اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، واخر فقراتنا في نهارك سعيد هتبقى بريك شويه بقى من السياسه والاقتصاد والاخبار. بس بحب نفكركم ان اللي فاتته اي فقره وحابب يشوفنا تاني ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمه واحده، مكان العين رقم 3 باللغه الانجليزيه، او تتواصلوا معانا على الفيسبوك او على تويتر نهارك سعيد. برضو فقرتنا الاخيره هتكون فقره عرض كتاب، هتكون عن مجموعه قصصيه، مجموعه اوراق اخرى، ويمكن هي مميزه باسلوب كاتبها. هيكون معانا الكاتب الروائي والقاص استاذ شيرين الكردي. صباح الخير يا فندم. صباح النور. نبتدي الاول من الغلاف، بيعكس حالتك وانت بتكتب، وهادي وبسيط وكلاسيك. حضرتك اخترت ده ليه للغلاف مبدئيا؟ انا هقول لحضرتك في الحقيقه ان نفس الصوره اللي انا اخترتها دي اقرب ما يمكن لنفسيتي انا في الكتابه، وما اعتقدش انها تختلف كتير عن بقيه الكتاب. يعني الكاتب عاده لما بيحب يكتب او يبدع شيء، طبيعي ان الجو اللي هو بيحبه بيبقى هادي، بيبقى هو مش عايز اكتر من ورق قدامه والقلم والافكار وفنجان قهوه، هي دي الاضافه الوحيده، جميل. طيب فالصوره بسيطه. اتفضل. ده وقت الكتابة، ده اللي هو بقى الهدوء. بقية الوقت احنا دلوقتي عايشين في دوشة وصخب وأحداث ودماء وثورة. حضرتك شايف لما بتقعد في الهدوء ده وتشوف حواليك بتقدر تشوف ايه في الهدوء؟ هقول حضرتك، انت وانت موجود جوه الصخب اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، عاده ما بتشوفش تفاصيل كتيره جدا. الحل الوحيد انك انت لازم تاخد خطوه لورا زي زوم اوت، وبتقدر تشوف المشهد بشكل اهدى مش بشكل منفعل. انت وانت جوه الشكل انت منفعل مع الاحداث والى اخره. اللي عايز اوضحه بس نقطه مهمه جدا، ان هذا الكتاب تم قبل الثوره، فهو بيحكي عن احداث كتيره جدا. هي اكيد الافكار والمبادئ والعقائد اللي فيها هي اللي ادت برضه للثوره، هي نفس الافكار. الامتداد لهذا الكتاب هو انا اتنقلت من مدونه، كنت بكتب في مدونه، الى فيسبوك. يعني فيسبوك هو النهارده الامتداد الطبيعي للمدونات، والفيسبوك فيه مقالات هي كلها عن الثوره، يعني هي كلها مواكبتي للثوره وانفعالاتي المختلفه من اول ما قامت، و تحذيري للشباب في وقت من الاوقات وفي وقت معين كان دعوه للهدوء شويه، لان احنا محتاجين ان احنا نتوخى شويه صبر لحد ما نشوف النتائج عامله ازاي ثم نتحرك مره اخرى. يعني فده الكلام ده كله بقى، يعني طب حضرتك شايف الروح الثوريه ازاي؟ يعني حضرتك شايف ان احنا المفروض نلتزم الهدوء شويه، لكن في المقابل اكيد الراي الاخر بيقول لا احنا عايزين نكمل ثورتنا حتى النهايه عشان نوصل لاهداف الثوره. انا يمكن هستعير كلمة متولي الشعراوي برضه في تعريفه رحمه للثائر، الله. يعني ما ينفعش إن إحنا طول الوقت نقعد في ثورة مستمرة، لأن يعني وبعدين في نفس الوقت أنا هرجع أقول إيه، ما هو ده موجود، ده التحرير موجود، والناس هي يعني ما اختلفتش. ما فيش ما يمنع إن إحنا ندي فرصة لخطوة ما. يعني أنا أرى إن في مجهودات صادقة حقيقية بتتعمل من خلال حكومة انتقالية مثلا، من خلال تحقيق أمن على الأرض مع الصعوبة البالغة في الوقت اللي إحنا بنتكلم فيه، ومع ذلك دي خطوات انا شايفها انها ايجابيه رغم كل المشاكل اللي هي المحيطه طب بها. خليني اخد الجانب الاخر، والجانب الاخر بيرد بيقول طيب ما هو النتائج لغايه دلوقتي غير مرضيه، وحتى الان مثلا لم نصل الى قتله المتظاهرين. يعني ده ابسط حاجه. ما تبقى من الزمن لو فرضنا ان في خارطه طريق فهو قليل على فكره، يعني حضرتك لما تحسبه بحساب سنه النهارده عدت باقي شهور، وبعدين ما نقدرش ان احنا ننكر ان في انجاز ايا كان شكل الانجاز. مجلس الشعب ده واحد منهم، الانتخابات دي منهم، وهذه الاجراءات اللي تمت دي العالم شاهد بيها قبل احنا، يعني شايفينها كويس وشايف انها موجوده بشكل منتظم ودقيق. احنا اول مره نكون مؤسسه، يعني اول مره مجلس شعب حقيقي مبني على انتخابات حقيقيه حره باراده ما فيهاش اجبار، اول مره احنا يعني عندنا هذا الجهاز. بغض النظر عن التجربه، من حقنا ان احنا نخوض التجربه، من حقنا ان احنا نتلافى الاخطاء اللي موجوده فيها، لكن ما نقدرش بأي حال ما نخشش التجربة. يعني حلنا الوحيد عمليا ان احنا لازم نجرب التجربة هو المهم النتائج يا استاذ شيرين. بالظبط. طيب خلينا نتكلم عن نكمل كلامنا عن كتابك اوراق اخرى، اتفضل. وهو مجموعه قصص قصيره جدا وحوالي 64 قصه. حضرتك ما فكرتش ان ده ممكن يشتت انتباه القارئ؟ وحضرتك ليه اخترت، ليه ليك اسلوب مميز انك بتبتدي من نقط معينه، او ممكن نقول ايه الحوار بوينت اوف المباشر، اتاك يعني؟ الحوار المباشر اصلا في الموضوع.
اولا هذا الموضوع، الكتاب ده اولا هو جزء تاني من مرحله اولى، يعني ده الجزء الاولاني، ده كتاب لست العنوان إلا بعض لست الأوراق. الى. بالظبط. الطبيعي ان انا اعتمدت في هذا الكتاب وهو تقريبا في نفس الحجم يعني على رصيدي عند القراء في الكتاب الاولاني، يعني او المعلقين او الناس اللي هم بيتصلوا بي. فانا حسيت ان هذا كلام الى حد كبير جدا قدم شيء مفيد، وبالاخص للشباب يعني، لانها تجارب حقيقيه موجوده، وتجارب ما بتحكينيش انا، هي بتحكيني انا والعالم اللي انا شفته حواليا، ممكن يكون اصدقاء زملاء عمل الى اخر هذا الكلام. قد يكون في شيء مفيد للناس اللي هم عايزين يخوضوا نفس التجربه، ناس عايزه تهاجر لاني جربت هاجر، ناس عايزه تتعاقد في اعمال، ناس بتدرس، ناس بتتعلم، ناس بتطبق افكار جديده على ارض الواقع، تصميمات والى اخره بتاع، قد يجد فيها شيء مفيد. هو ده كان الهدف اصلي من المشروع، فده الجزء الاولاني وده بيكمله. بس من الحاجات الجديدة جدا اللي أول مرة أشوفها إنه في مجموعة قصصية نلاقي مقدمة كاتبها الكاتب بيشرح أسباب اختياره وكتابته للعمل. حضرتك ليه يعني ليه فضلت إنك تدي فكرة مسبقة للقارئ عن اللي هو هيقراه؟ انا اديت الاطار هيبقى ازاي، لكن ما اديتش فكره. يعني انا الجميل في هذا الموضوع ان حضرتك وانت بتقرا انا معتمد على بند واحد بس موجود، وهو الدهشه انك انت لما بتقرا مقال او قصه قصيره، وهي قصه قصيره جدا، انا يمكن حددت ان تكتب قصص قصيره جدا لانها ورقه او ورقتين ما بتزيدش عن كده يعني، لا يمكن حضرتك تتوقع اللي جاي. وانا اعتمدت على الحته دي ليه، لان هو لا مرتبط زمنيا بتسلسل ما ولا مكانيا بانتقالي في فترات مثلا متوالية من مكان ما لآخر. انا كنت هسأل أنا حضرتك لم أعتمد كنت على دي. هسأل حضرتك على ده، انه انا اللي فهمته انه حضرتك بتتذكر مواقف حصلت بس في اطار خط زمن يعني متصل مشيت فيه، وبعد لا كده حضرتك قلت انها لقيت انها انفصلت عن الزمان والمكان، ما بقتش زي لا، الاول. هي الفكرة مش كده، هي فكرة الانفصال عن الزمان والمكان هي في طريقة عرضها، بمعنى مش في تسلسل. هي ما فيهاش تسلسل زمني يعني، حضرتك تلاقيني مثلا ممكن اتكلم في الاول على موقف ايام دخلت مستشفى مثلا في الوقت، او حرب، او كنت بتعاقد، وبعدين تلاقيني بعد كده مثلا رجعت وانا شاب وانا صغير وانا في الثانوي والى اخره، وبعدين برجع تاني لمثلا معركه انا حضرتها. طب هل الترتيب ما ده فيش ترتيب، حضرتك، لا بالعكس، لا ده مش يعني ترتيب هل ده كان بنوع من الترتيب برضو بحيث انه يدي ابدا يبرز معاني معينة؟ ابدا. هي الجميل في هذا الموضوع إيه؟ ان اي كاتب النهارده لما بيكتب حضرتك دايما بيبقى مقيد بزمن ومكان عاده يعني. يعني انا لو بتكلم على سيره ذاتيه هبتدي اخد مثلا فتره طفوله، ثم بعدها فتره صبا، ثم مثلا الجامعه، ثم الحياه العمليه. اما لما تتحرر من هذا الكلام فحضرتك بتكتب الحاجه بمجرد ما بتتداعى لذهنك، يعني اول ما بتيجي فبتيجي زي ما هي كده، فبتيجي اجمل، لان انك انت ما تقيدتش بان انت عايز ترتبها زمنيا، او تقيدت بانك عايز ترتبها مكانيا. معايا حضرتك في الحته دي؟ لا، انت تحررت من الحته دي، فانت بتقول الموقف لانك عايز تطلع بالحكمه من الموقف ده بس، لا اكتر ولا اقل يعني. كان هو ده ده الخروج من الزمن والمكان يعني، ده طب إصدار حضرتك لمجموعة في عام الثورة 2011 وهي مكتوبة من قبل كده، هل ده ما كانش مغامرة جريئة من حضرتك؟ خصوصا إن هي كانت لا، بتتكلم عن الثورة. هقول لحضرتك حاجه. اولا احنا في الفتره الاخيره وبما فيها المعرض وما قبل المعرض، جميع الاصدارات تقريبا ان لم يكن معظمها يعني بلا استثناء هو لا يتحدث غير عن الثوره يعني. بمعنى الأسباب مثلا اللي وصلتنا هل انت للثورة؟ النهارده هتحتاج تقول لا الثوره بكل ما فيها يعني، اللي بيشرحها واللي بيحكي حوادث فيها واللي بيقول رؤيته والى اخره، هو كله كلام عن موضوع واحد لا يختلف. الحاح الشديد على نفوسنا احنا بهذه الصوره تعبنا يعني. يعني انت ما تقدرش تفضل معايش مشدود زي الطوارئ قوات المسلحه، ما تقدرش تفضل قاعد طول الوقت في الطوارئ لمده سنه مثلا، عمليه صعبه جدا يعني، لابد ان يجي لك فترات لازم تطلع بره الحته دي، دي حته لاتزانك النفسي يعني، حتى عشان خاطر تقدر تتواصل تاني وتعيد مجهودك. فكان لازم انك انت تقدم حاجه ما هيش بالظبط هي نفس الكلام اللي غيرك ممكن يكون قال احسن منه، او غيرك ممكن يكون فسره بطريقه افضل مثلا من عرضك يعني. الشيء الثاني ان انا لم انفصل عن الثوره، ودي الحته اللي انا كنت عايز اوضحها لحضرتك يعني. حضرتك مقالاتي اللي هي الموجوده، وهي انا ليا صفحه على الفيسبوك وهي باسمي برضه، هي مواكبه الثوره كلها بس في صوره مقالات على الفيسبوك، لكن هي اعتقد في يوم من الايام لما هتكتمل كلها ممكن تعمل كتاب ثاني يعني. بس هي لم تكتمل، هي نزلت تباعا مع الاحداث المتواليه من اول ما الثوره قامت، وبعد كده جمعه النصر، وبعد كده هذاري، وبعد كده التطورات اللي هي ماشيه فيها. احنا جزء من المجتمع، ما نقدرش طب ده كان ننفصل عنه. رصد للثورة ولا كان انتقاد ليها ولا كان توجيه
ولا كان ما هواش بيبقى ايه انتقاد، الهدف لان الثوره يعني؟ بحد ذاتها نبيله، ما نقدرش يعني لا، ما هو انتقادك ما اتصور ليها اوجه كثير. انا بتكلم بالظبط. انه كان بيبقى دايما ايه الهدف او الدافع اللي حضرتك بتكتبه في كل مقاله، يعني بيبقى اللي ورا كل مقاله بتقول بيبقى ايه رأي، انت الدافع؟ حضرتك بتقول رأي قد يفيد الشباب. الشباب دايما حماس جامد عالي، اليد الضاربة أنا بسميه كده، محتاج لشيء من الهدوء عشان خاطر ما تبقاش هذه القوة كلها راحة بلا جدوى أو راحة بلا فائدة أو بلا عائد أيا كان شكل. ففي فترات أنت بتحتاج أنك أنت تهدى شوية، وبعدين في فترات تانية بتضطر تغير بس يا رأيك. استاذ شيرين، يعني برضو يعني لو اتكلمنا بمنطق الشباب، الشباب معترضين على ايقاع الناس الكبيره في السن عموما، وحضرتك يعني انا اعتبر كبير في السن، انا ما ما بعتبرش انا نفسي عشان كده صغير بسال في حضرتك، الحته دي. انا يعني بقول فكرت فيها ازاي في اطار انه الناس بتفكر بسرعه دلوقتي، الشباب بيفكر بسرعه كبيره جدا، بيتواصل بسرعه كبيره جدا. حضرتك دخلت مجال من مجالات الشباب اللي هو بقى متمرس فيها زي الفيسبوك، حضرتك فكرت في الموضوع ازاي؟ خصوصا خليني انه زي ما بقول لحضرتك الشباب بيفكر بسرعه شديده جدا ومتمرد على غالبيه الطرق الكلاسيكيه في التعامل مع الاوضاع والاحداث. اقول لحضرتك رؤيتي انا، يعني انا متوجه بنبراس واحد زي ما بيقولوا بقى. انت عايز تشوف الشيء الجميل في اي حاجه انت عايز تعملها، كل شيء فيه الابسايدز وفي الداونسايدز، ده اكيد فيه الحاجات السلبيه وفي حاجات الايجابيه. لابد في هذه القصه واحد يشوف حاجه ايجابيه. يعني معايا حضرتك؟ لا يمكن تبقى كل شيء، عارف حضرتك بتتعرض بشكل سلبي او بشكل مضايقك دايما او لا. كان لازم واحد يبقى مراقب عام، يشوف شيء ما ممكن النهارده يدي لك امل، يدي لك احساس بحقيقه بس على الواقع مش خيال. يعني لما نقول مثلا احنا عملنا الانتخابات، ده شيء واقعي في مجلس شعب جديد بغض النظر عن تشكيلته، ده شيء جديد، ده نوع من الانجاز. احساسك بالحريه، وده احساس احنا اتحرمنا منه لفتره طويله، ده حقيقي على الارض بغض النظر عن مين معارض والى اخره، بس ده احساس موجود. احنا بنتكلم النهارده بمنتهى الحريه، ما عندناش نوع من القلق. يعني هو الاكثر من كده انك انت اكتسبت حريه جديده. زمان كنا دايما بنقول نحن نملك حريه التعبير في المجلات والندوات والى اخره وعلى الفيسبوك، لكن احنا اول مره ننتقل لحريه التغيير، وده اللي احنا حاليا بصدده. احنا دلوقتي عايزين حاسين ان احنا غيرنا مش ما غيرناش، وبالتالي احنا معانا المبادرة. يعني المبادرة لم تفلت من ايد الناس، هي قامت وغيرت بالفعل. التغيير موجود، شكله ممكن يكون مش مقنع لناس كتير جدا، بس هو تغيير. ما طب نقدرش ايه ابرز ردود الافعال اللي جات لحضرتك على المقالات اللي حضرتك بتنشرها على الفيسبوك، خصوصا ان الفيسبوك اداه تواصل اجتماعي شديده جدا والناس بتعبر عن ارائها بلا اي قيود؟ انا هقول لحضرتك، يعني ناس كتيرة معارضة وناس كتيرة ممتعضة من حاجات كتيرة جدا، ويمكن اتفق معاها انها لها اسبابها ولها واقعها. اللي غايب عننا ان احنا متخيلين ان مجرد قيام بثوره فهو احنا بنقلب الصفحه كومبليتلي، وده صعب، صعب جدا انك تقلبها تماما. يعني هتاخد وقت، لازم تاخد وقت، لان احنا محملين بميراث تعبان جدا متعب جدا حتى فينا احنا. يعني احنا حتى كناس عايزين نفهم كتير. طب كان ايه ابرز الافكار اللي حضرتك طرحتها في المقالات على الفيسبوك، وكان ايه ابرز وجهات النظر أكتر اللي اتعرضت نقطة معاك أنا من خفت الشباب؟ عليها، يمكن أنا متواصل مع شباب كتير، يعني فكرة إن الشباب عايز يستأثر بشيء ما ويعزل بقية مصر عن الحتة دي، حتة الإحساس بملكية الشيء، أنا اللي عملت دي وأنا بس اللي عملت دي. لا، أنت عايز تقول إنك أنت عملت دي وبمباركة كل هذه الناس هذا العمل نجح. يعني النهاردة لو أنت وحيد موجود في الميدان بتاعك كان ممكن تتعرض لحاجات أنت مش متوقعها، لكن بمباركة ناس. هي بالظبط زي ثورة يوليو يوم ما قامت، لو ما كانش الجيش عمل هذه البتاع والشعب بارك هذا الكلام ما كانش نجحت الثورة. محاربنا مثلا في 73، انا راجل قديم يعني لا مقاتل بس قديم، برضه يعني يعني برضه في ثورة لولا 58 دي يعني الشعب خد القرار مؤخرا، لكن هي بالأساس كانت يعني تنفيذ الجيش هو اللي قام بالثورة في مش 52. قصدي، انا قصدي الجيش بس برضه وحدات قليلة. احنا ما كانش عندنا جيش بالمعنى، عشان خاطر بس نبقى فاهمين، في 52 اللي اسمع كده يكون عندنا جيش، احنا ما كانش عندنا جيش، احنا راجعين من 48 وكنا مهزومين، كان في مشاكل كتيره. قصدي بعد كده انت انشات في عصر جمال عبد الناصر جيش كويس، ولا يزال لحد النهارده جيش قوي، يعني من اقوى الجيوش. انا بتكلم على حته النهارده لو انت بتقوم بحركه ثوريه بالذات، يعني بغير مباركه الشعب فهي مسارها الى الزوال، يعني مش أكيد هتنجح طبعا. بحال. فلو ما كانش دي، يعني عايزين نقول ان هي دي مع دي، الشباب شويه عنده حته انت عارف الاحساس بملكيتش شيء، لا ده انا اللي عملت كده، انت فعلا ابتديت كده، انت اشعلت برميل البارود
ولكن الشعب هو برميل البرود. يعني 25 مليون اللي نزلوا دول مش ما كانوش كلهم من الشباب، كان فيهم الكبار وكان فيهم الصغيرين. تقدر ترجع حضرتك ل اغنيه ازاي بتاعت محمد منير، انا بحب الاغنيه دي وحس ان هي اللي بتمثل الثوره يعني. وتراجع الصور هتلاقي فيها كل مصر، هتلاقي فيها مصر عايزه ايه، هتلاقي فيها ان ال 18 يوم دول الميدان كان ليبرالي ايديال، ليبرالي مثالي، كل الالوان، كل السنين، كل الاعمار، كل زي ما انت عايز، وكله نازل بيعمل هدف واحد. فهو بيقول لا يصلح لمصر غير انها تكون كده. ال 18 يوم هم يعني الوضع اللي احنا فيه دلوقتي هو نفس الوضع اللي كان في ال 18 يوم، واللي طبعا كانوا ال 18 يوم يعني هم كانوا عايزين الوضع ده؟ لا 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 بالتأكيد، لا بالتأكيد لا، وما اعتقدش ان حد يختلف معايا في هذا يعني. النتائج ده كلمة والحال، ليبرالية دلوقتي بقت تهمة على فكرة. لا بس هي الكلمة الحقيقية يعني. حضرتك لما تتخيل الميدان في ال 18 يوم دول، يعني ايه ليبرالي؟ كل الناس كلهم سواسيه، العدل والمساواه، وانت انت في الاخر عايز توصل للحريه ومساواه في الاخر. كانوا كلهم احرار لان كلهم عاملين حركه من تحت، وكان كلهم متساويين، ما فيش ميزه لكبير ولا صغير ولا حتى من يعني اديان او توجهات او عقائد سياسيه حتى موجوده، كلهم كانوا في وقت واحد موجودين. طيب يبقى كيف انت عايز المنطق بقى مصر ان احنا كده؟ نطالب دلوقتي الشباب ان هم يهدوا، وهي والحكايه راحت في حته تانية غير اللي هم نزلوا عشان؟ لا انا بقول لك القط نفسك، انت النهارده لما بتعوم بتغطس كتير لازم تطلع تاخد نفس، ما ينفعش يعني مش هينفع تستمر حضرتك تفضل دايما غرقان ودايما في صراع مستمر انت يعني القط نفسك شويه، مش كتير بس لازم تلقط نفسك يعني، مطلوب بحيث انك تقدر تواصل تانية. طيب من أهم الحاجات اللي في المجموعة هي الإهداء الرائع اللي يا ريت حضرتك تقراه لنا دلوقتي، ولسه في أشخاص عندها قدرة الإهداء حقيقية سؤال على الحب محرج. وتقدير الآخر، إنه ده جاي لمعدة كاتبة مخصوص السؤال ده. لو هو الإهداء الإهداء، لو مش جاهز اتفضل يا فندم. هو الإهداء إلى زوجتي الدكتورة سارة يعني. أنا بقول لها إلى من أعزني الله من أجلها وأكرمني بدعائها ورضاها عني وشاركتني آهاتي وضحكاتي وقلقي ولهفي وآمالي لسنين طويلة استحالت كلمات على الورق، فكان هذا العمل الرائع. إلى زوجتي وحبيبة عمري وصديقتي، هي قصيرة مش الكلام طويلة. ما بيشرح نفسه، ما اقدرش اقول حاجة عنه. بس الله خلينا يخليك، اسأل حضرتك اخر سؤال، اتفضل. ازاي المثقف ممكن يشارك في كتابة الدستور في وسط كل هذا الكم من الاقصاء والصراعات والوضع اللي احنا محدش عارف احنا رايحين فين؟ هو المثقف حضرتك ممكن يكون ليه دور من اتنين يعني في تقديري. دوره هو باعتباره كاتب، باعتباره بيكتب مقالات، او دوره كعضو مثلا في الجمعيه التاسيسيه. في جميع الاحوال انت كمثقف مطالب انك انت تدقق على كلمه الحريه. حريه بمعنى ايه؟ حريه التغيير، الحق اللي احنا عايزين نحافظ عليه لازم دستوريا يكون احنا مطمئنين عليه بحكم التغيير. نقدر نغير، نقدر نغير الرئيس بعد 4 سنين، نقدر نغير النائب بتاعي اللي بيمثلني بعد فتره، وده الحق الوحيد اللي احنا لازم نبقى دايما متاكدين منه. كمثقف انا هعتبر بقى ان احنا نتكلم في جزء ابداعي، لابد ان انا اطمئن ان كل البنود لا تتعارض مع حريه الابداع. مصر قويه بقدرتها على الابداع فنا وادابا والى اخره وبتاع، لو دي اتحجمت مصر هترجع كتير وهتخسر كتير. دي من وجهة نظري انا كراجل مثقف وكاتب كمان في نفس الوقت يعني. أستاذ شيرين الكردي الكاتب الروائي والقاص نورتنا، ونتمنى إن الناس الشرف تتأمل في ليا يا الكلام فندم، ده ويبقى مستقبلنا أحسن. الشرف ليا يا فندم، نورتنا ميرسي يا فندم، ميرسي يا فندم. مشاهدينا، دي كانت نهاية فقراتنا في نهارك سعيد النهاردة. كنا معاكم على الهواء من 9 ل 11، بكرة فريق عمل جديد، ودايما نهاركم سعيد. سلام.